رؤية نلق يجلي البصائر من سنى البدر، فقه وفكر رؤية آنق يجلي البصائر من سنى البدر. يا أهل ذكر الله إن لنا بسؤالكم نورا على صدري. يا أهل ذكر سؤالكم نورا على الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. بين الزوجين حب تنسج خيوطه أو خيوطه كلمات عذاب تخبر المحبوب عن لوعة القلب وعميق شعوره تجاه الحبيب، وتظل كل حركاتهما شرحا فصيحا لهذا الحب. ومنهم من يحتفظ بهذا الخط، ومنهم من ترتفع وتيرة حبه كارتفاع نسبة الكلور في الماء أو الملح في الطعام سرعان ما ينكرها الفم. هذا الحب الذي يصادف قلبا لا يعرف معناه، وإنما يشعر به شعورا أشبه بالقلق النفسي، سرعان ما يتحول إلى أزمة بين الزوجين، يجعل كل واحد منهما يعيش حبا يتجه به نحو الانفصال، أمر غاية في الغرابة. في هذه الحلقة سنتعرف على هذا النوع من الحب وما هي النتائج التي سيؤول إليها. في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، سنوضح كل هذا بإذن الله. راجينا منكم أن تشاركوا مشاركة فاعلة في هذا الموضوع، على اعتبار أنه يلامس الحياة الاجتماعية ويقدم حلولا أو يصف مشكلات تقع فيها بعض البيوت الزوجية. أرقامنا هي 24-69-66-66 و 24-697-670. هناك رقم دولي سيظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وكذلك ننتظركم على شبكة المعلومات العالمية في موقعنا. مرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. فاكم الله. بداية نتحدث سماحة الشيخ عن الحب في الإسلام. تتحدث آيات القرآن الكريم عن أطر عامة في الحياة الزوجية، فتصفها بأنها اللباس، وبأنها المودة والرحمة، وبأنها السكنة. كيف يترجم ذلك عمليا في حياة الزوجين؟ وهل هناك مؤهلات معينة تجعل كل واحد منهما تنطبق عليه هذه الصفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحياة الزوجية هي هبة الله تبارك وتعالى لعباده، إذ اللقاء بين الجنسين في شريعة الله تعالى يجب أن يتم في إطار الفضيلة وفي إطار علاقة اجتماعية رصينة فيها ربط مصير بمصير. وقد كرم الله تعالى الإنسان لئلا يكون كالحيوان الأعجم، تنزو ذكوره على إناثه من غير ضوابط ومن غير معايير أخلاقية ومعايير قيمية، وإنما جعل الله تعالى هذه العلاقة ما بين الإنسان أو ما بين جنسي الإنسان أو نوعي الجنس الإنساني، جعل الله تعالى هذه العلاقة علاقة مدنية، علاقة أخلاقية، علاقة موغلة في الرحمة وموغلة في الإحسان ما بين الطرفين. بل جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية شركة ما بين الطرفين، هذه الشركة تجعل منهما جميعا كيانا واحدا، وإنما الرجل
نصف هذا الكيان والمرأة هي النصف الآخر، وقد بين ذلك قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إذ لم يقل وقد أفضيتم إليهن، وما ذلك إلا لأجل التنبيه على أن المشاعر الزوجية مشاعر مشتركة ومشاعر متساوية ما بين الزوجين، فيجب أن تكون الحياة الزوجية كذلك. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على البشر بأن جعل هذه العلاقة ما بين الإنسان وشريكة حياته هي علاقة ذات ثمار يانعة تمتد أغصانها إلى أمد بعيد في الحياة، وهي الذرية. وقد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالعلاقة بين الزوجية ثمرتها امتداد الحياة في الأعقاب، امتداد الحياة في الذرية، لأن كل واحد من الرجل والمرأة يريد أن تستمر حياته في عقبه، فالرجل يتمنى ذلك والمرأة تتمنى ذلك، وتقر عينهما جميعا عندما تكون لعلاقتهما ثمرة طيبة، ثمرة تتمثل في هذه الذرية الصالحة الطيبة التي هي امتداد للأصل، امتداد للأبوين. فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة حياة محدودة تنتهي إلى أمد، وما من أحد يخلد في هذه الدنيا. فقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وإنما حياة الخلود هي حياة أخروية، وبما أن هذه الحياة حياة تنتهي، فإن الله تعالى جعل بقاء الجنس من خلال الفروع التي تمتد للأصول وتكون عقبا لها. فالحياة إذن تستمر وتمتد بالأعقاب إلى أن ينتهي، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بانتهائها. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الذرية هي ذخرا للأبوين، هي ذخر في الدنيا وذخر في الآخرة. أما الذخر في الدنيا فلأن الإنسان موعود بفناء وموعود بهرم بعد شباب، وبضعف بعد شيخوخة، وبفقر بعد غنى، وبضيق بعد سعة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الذرية أمانا في هذه الأزمات التي تواجه الإنسان، فعندما يشيخ الإنسان ويضعف وتخور قواه يرى قوته تتجدد وشبابه يتجدد في عقبه الذي جاء لأجل أن يكون امتدادا له. يرى هذه الحياة تتجدد، ويرى هذا الشباب يتجدد، ويرى القوة تتجدد، كما يقول الشاعر: وقلت شباب ابني شبابي، وإنما تحول شطر العمر مني إلى شطري. فلذلك يجب على الزوجين جميعا أن يشكرا هذه النعمة، هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للخير. هذا بالنسبة نظري إلى الحياة الدنيا. فعندما يؤسر الإنسان ويكون ولده في يسر فإنه يعتمد على يسر ولده، وعندما يشيخ ويكون ولده في شباب فإنه يعتمد على شباب ولده، وعندما يضعف ويكون ولده في قوة فإنه يعتمد على قوة ولده، وعندما تضيق حاله
ويكون ولده في سعة فإنه يعتمد على سعة ولده. وبالنسبة إلى الآخرة فإن الأولاد هم من كسب الإنسان، فإن كانوا أولادا صالحين كانوا من كسبه، وكان ما يعملونه أيضا يعود عليه بالخير. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو من كسب أبيه وأمه، لذلك كان على الإنسان أن يشكر هذه النعمة. وجعل الله سبحانه وتعالى ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل ميلا غريزيا ملحا يأخذ بمجامع قلبيهما ويؤثر على مسيرة حياتهما. فالميل ميل قوي جدا، ولم يكن هذا الميل بحسب قضاء الوتر الجنسي فقط كما هو شأن الحيوان، فإن الحيوان أوتي من الرغبة بقدر قوته الجنسية، أما الإنسان فإنه أوتي من الرغبة في الاتصال بالطرف الآخر أكثر بكثير من القوة الجنسية، وذلك لأجل أن تكون هذه الحياة حياة مدنية، لأن يقصد بها الاجتماع ولا يقصد بها مجرد قضاء الوتر وانتهاء الصلة ما بين الجانبين، إنما يقصد بها بناء المدنية. فلذلك يجب على الجميع أن يراعي هذا الجانب، ونجد امتنان الله سبحانه وتعالى بما جعل بين الزوجين من الرحمة والمودة واضحا في القرآن الكريم. فقد قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وتحقق المودة وتحقق الرحمة إنما يكون في إطار العمل بأمر الله سبحانه وتعالى والاستجابة لداعيه. أما عندما يخرج أحد الزوجين عن هذا فإن هذه الرحمة تغور في أعماق قلبه ولا يبقى رحيما بالطرف الآخر، كما هو الشأن بالنسبة إلى البر التقي. البر التقي يحرص على الرحمة ويحرص على الود، فيجب مراعاة ذلك كله. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه إلى الوجهة السليمة في تزويج المرأة قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فجعل المعيار الدين والخلق، والله تعالى المستعان. جزاك الله خير سمعت شيخ. طيب، قبل أن نصل إلى الموضوع المثير في هذه القضية، لا يزال هناك سؤال: تتجه عدد من الأحاديث إلى تذكير الرجل في تعامله مع المرأة بضعفها وبالوصية التي أخذها على عاتقه وبغيرها من الأمور التي تراعي ظروف المرأة. ترى لماذا يتوجه مثل هذا إلى الرجل بالذات، وماذا يقال للمرأة أيضا في تعاملها مع الرجل في هذه الحالة؟ الرجل هو قوام على المرأة وهو المسؤول عنها، فلذلك كان حريا بأن يحمل من تبعات هذه العلاقة ما لا تحمله المرأة. هو المسؤول، فهو الذي عليه أن يحافظ على هذه العلاقة. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم يذكر بهذا العهد، عهد الرجل والمرأة، ويبين أن المرأة أخذت على الرجل ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. نعم، هناك ميثاق شرعي وهو ما وصى الله تعالى به، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهناك ميثاق في الطريق، ذلك لأن المرأة عندما
تصل إلى مقدار معين من العمر تحس في هذه الحالة أو في هذا العمر بأنها لا بد لها من شريك حياتها يعينها على لأواء هذه الحياة وجهودها، وتستقر نفسها عنده ويطمئن قلبها إليه، وتبادله الود وتبادله الحنان وتبادله الرحمة. وهذا قد يكون بين رجل وامرأة لم يلتقيا من قبل، لربما جاء الزوج من مشارق الأرض وجاءت وكانت المرأة من مغارب الأرض، ولكن عندما يلتقيان ويرغب كل واحد منهما في الآخر تحس المرأة بداء ملح عنيف في نفسها إلى الارتباط بهذا الرجل، مهما كان الأمر، مهما كان بعد داره، ومهما كان عدم معرفة أصوله وعدم معرفة أسرتي وعدم معرفة مجتمعي وعدم معرفة بيئتي، المرأة تحس بالرغبة الكبيرة في الارتباط بهذا الرجل. وقد تكون بين أبوين رائمين حنونين برين ربياها تربية فيها العطف وفيها الحنان وفيها المودة، ولكن مع ذلك لا تريد أن تستمر عند أبويها، وإنما تريد أن تخرج إلى هذا الرجل الغريب لترتبط به حتى تدخل أشى الحياة السعيدة، وحتى يتكون منهما محضن للذرية التي تأتي منهما في المستقبل. نعم، نستقبل مكالمات، وإن كنا قد أردنا من الإخوان يعطونا مهلة حتى نصل إلى النقاط التي أردنا أن نبينها، ولكن نأخذ المكالمات لنتعرف ما عند الإخوة من مداخلات في هذا الموضوع. الأخت أمل البوسعي، الأخت أمل اليوسفية عفوا، الأخت أمل اليوسفية. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك فيك الأخت أمل، كل عام وأنت بخير، تفضلي. الحمد لله. اليوم موضوع مهم جدا، يعني هو موضوع الحب في الإسلام. صحيح. الحب ما بين الأزواج. نعم. يعني فضيلة الشيخ، المداخل اللي عندي يعني أقول أن حب الله سبحانه وتعالى وغرس حب الله سبحانه وتعالى في القلوب، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل يعني الإنسان مراقب نفسه، مراقب حياته كلها يعني. فالإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى يعني يجعل إنسانه يعني حياته ما شاء الله يعني في تطور مستمر. وزاد أن يعني ينجح في جميع حياته إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. لكن دكتور، يعني إذا كان مثلا الإنسان ما فكر في هذا الجانب، شيء أكيد أن حياته توقف إلى وقفة محددة وثم يتم الانفصال. يعني الإنسان إذا كان يحب مثلا الأمرأة، تحب الزوج حبا جما، وتنسى الله سبحانه وتعالى، شيء أكيد أن الله سبحانه وتعالى يغار على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد أن يتقرب إليه، فيضطر الإنسان يعني يضطر الله سبحانه وتعالى أن يذكره بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى في كل شيء. جميل أخت أمل. يعني ومن الأشياء اللي تنقص الحياة الزوجية أحيانا فضيلة الدكتور، يعني مثلا الهدايا. نعم. يعني هذه الهدايا لغة يتكلم بها الزوج، يعني يعني من ناحية التجديد أو الشكر أو السلامة أو يعني الشوق، أو حتى أحيانا الاعتذار بالهدية، تكون علاقتهم طيبة جدا. جميل أخت أمل. بس فضيلة الدكتور، يعني عندي سؤال مهم. فضلي. جدا يعني. تفضلي. وأتمنى كل سرور الأخت أمل، أهلا بك. أن الناظر لحال المجتمع في مسألة الزواج يرى انتشار العنوسة في كثير من المجتمعات. نعم. هو ما يسمى العنوسة يعني كثرة النساء. نعم. في كثير من المجتمعات، في المقابل نرى عزوف كثير من الشباب عن الزواج. نعم. لأسباب كثيرة، وهناك من يرغب في التعدد، إلا أن المجتمع ينظر إلى هؤلاء بأنهم خونة لزوجاتهم. نعم.
كما أنه أيضا ينظر إلى الزوجة الثانية بأنها هدمت أسرة مستقرة وأنها سلبت الزوج من زوجته الأولى وأغلقت الأبواب في وجهها. وهذا من تجارب واقعية. وعند محاولة الزوجة الثانية تذكيرهم بالقرآن الكريم وأن التعدد حق مشروع في ديننا الحنيف ردوا عليها، وكان الرد من قبل النساء أن التعدد كما ذكرت في صحيح ورد ذكره في القرآن الكريم، لكن كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في وقتنا الحالي فالزوجة الثانية مجرمة بسلبها الزوج من زوجته الأولى، حتى وإن كان الرجل مقتدرا ماديا ومعنويا. جميل أخت أمل. الأخت أمل، الفكرة بالفعل وضحت، وما قلتي بالفعل هو محل نقاشنا إن شاء الله تعالى، وسيكون له أيضا فسحة من الوقت. شكرا شكرا يعني على المداخلة فضيلة الشيخ. يعني ممكن يعني نهيئ الفتيات لقبول فكرة التعدد في الزواج والرضا به، وما حكم من ترفض التعدد؟ هل هو رد لحكم الله؟ طيب هتفتحي لنا باب طويل انت. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا. الأخلال شيادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخلال عافاك الله. حياك الله يا دكتور. تفضل. عافاك الله الأخلال. أهلا بك. نحمد الله ونشكره. بارك الله. عافاكم الله. عافاك الله. تفضل الأخلال. لا شك أن الحب هو المغذي الأساسي للمودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين. نعم. وأنها أيضا هذا الحب هو الظل الذي تعيش به الحياة الزوجية. لكن نرى أن بعض الأسر تفتقد مثل هذا الترابط الحبي، إذا أردنا أن نسميه الترابط الحبي الذي بينهما، فيظلان ينتقمان لأن بعضهما من بعضهما بمجرد خطأ أحدهما على الآخر، وأيضا يظلان على حافة أي مشكلة تقع بينهما لأنهما لا يوجد عندهما أي حب. فهنا ما نصيحتكم؟ كثير من هذه الأسر عدم وجود حب بينهما تستمر، يعني فهي حالة ربما تكون سنوات طويلة جدا يعني ولا يوجد بينهما حب، لكن يعني يمشون هكذا بالعمر، يمشون حياتهما على هذا فقط. جميل. فما نصيحتك يا سماحة الشيخ لمثل هذه العائلات وهذه الأسر التي لا تبني حياتهما على الحب؟ جميل الأخلال، شكرا جزيلا لك. حياكم. شكرا على المداخلة. أخ عبد الله النبهاني. السلام عليكم شيخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ كيف حالك؟ طيب. فاك الله الأخ عبد الله، أهلا وسهلا. ما شاء الله موضوع الحلقة اليوم شيق كثير صراحة. واضح جدا هو شيق لأنه يتحدث عن الحب، ولكن هناك نقاط معينة نحن أردنا أن نركز عليها، وهذا الموضوع على كل حال سيشمله إن شاء الله. أتمنى أن يتكرر يعني، لأن حقيقة الشباب الآن ما شاء الله محتاجين. نعم تفضل الأخ عبد الله. سؤال، يتمنى من سماحة الشيخ أحمد يوضح لنا ما هو الحب الحقيقي بين الزوجين، لأن في قبل الزواج في حب ما شاء الله، وبعد الزواج حب غير. فيجب ان الشباب يفهموا ايش معنى الحب الحقيقي ما بين الزوجين من الناحيه الشرعيه. نعم. هذا سؤالي وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا. الله يحفظك ان شاء الله. الاخت عبيدة البريكيه. طيب. سمحة الشيخ، طبعا موضوع الحب هذا موضوع يعني شائق والكل يتصل ويطيل لأنه بالفعل يتعلق به، ولكن نحن أردنا أن نأتي إلى مشكلة معينة في هذا الحب جعلته غريبا، وسنأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى النقاط الأخرى. يعني هناك نوع من الحب بين الزوجين يتعمق يوما إلى آخر، وتجد الزوجة معه أنها اكتشفت كنزها واكتشفت حبها الحقيقي. هذا الزوج الكنز الذي تسميه يحتاج منها أن تفصح له عن بعض صفحاتها الماضية التي كانت كئيبة، ليتها لم تقع، لأنها تعتبر تلك الصفحات الماضية إساءة في حق هذا الزوج الكنز، فتفتح له شيئا من الأخبار القديمة، تقول وقعت في فاحشة مع فلان النحيس لأنه كان يلاحق جمالها، وهي الآن تعصر نفسها ألما وخوفا. و فكشف مثل هذه الأوراق بدافع الحب والوفاء، ما هو مدى أو ما مدى أضراره على الحياة الزوجية؟ من المعلوم أن كل واحد من الرجل والمرأة يغار، ولربما أودع في طبيعة الرجل من الغيرة أضعاف ما أودع في طبيعة المرأة، ولذلك المرأة تتحمل الشركة في الحياة الزوجية بحيث تشارك امرأة أخرى في الزوج، أما الرجل فإنه لا يتحمل ذلك بحال من الأحوال.
فإذا ما أفصحت المرأة له عن وقوع شيء من هذا القبيل لا ريب بأنه يتفجر غضبا في هذه الحالة، وقد يؤدي ذلك إلى نهاية الحياة الزوجية وإلى أن يشنأ هذه المرأة ولا يرى رغبة في نفسه في الارتباط بها واستمرار الحياة بينهما. فلذلك على المرأة أن تتجنب ذلك وأن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فعليها أن تستتر بستر الله وألا تبدي صفحة وجهها، بل تظل في خباء الستر لتظل في نعمة الله سبحانه وتعالى، وإنما عليها أن تتوب بينها وبين الله توبة نصوحة وتعتصر ندما لمعصيتها ربها سبحانه وتعالى. أما الزوج فعليها أن لا تبوح له بتجربتها المريرة السيئة وهل مثل ذلك يطالب به الزوج أيضا؟ نعم، كل واحد منهما يطالب بمثل هذا. نعم. الزوج ليس له أن يبدي صفحة وجهه عند امرأته إن كان وقع في فاحشة، بل عليه أن يستتر بستر الله وأن يتوب بينه وبين الله وأن يكثر من الندم وأن يحرص على الإحسان إلى هذه الزوجة التي خانها وأساء إليها. نعم. طيب سمحت شيخ، ربما بعض الزوجات أيضا من هذا الباب، من باب الحب وتأكيده، وتحاول جذب انتباه الزوج إليها من خلال أيضا ذكر ما كانت عليه في السابق من رغبة كثير من الناس في التقدم إليها. تقول: كان فلانا من الناس يحاول أن يتزوج بي، وكنت أيضا أتمناه أن يكون زوجا، إلى غير ذلك من الألفاظ. كل هذا من أجل أن تؤثر في الزوج وتجذب انتباهه على اعتبار أنها مرغوبة. فمثل هذا التصرف أيضا، هذا التصرف أهوج، يأتي بنتائج عكسية سلبية لا بنتائج إيجابية. فعلى المرأة أن تبعد عن لسانها مثل هذه الأخبار، وعليها أن تحسن علاقتها بزوجها ليحسن هو إليها وليخلص لها وده. طيب هنا سماحة الشيخ، ما الذي يطالب به الزوج؟ هل يطالب بأن يكتم هذا الذي أثر في نفسه وجرح مشاعره ويبديه فقط من باب، أو يبديه كمراقبة للزوجة وتفتيش لرسائل هواتفها وغيره، أم لا بد أن يبوح بما في نفسه من هذه المشاعر المجروحة حتى لا ينكتم هذا الغيظ وينفجر في لحظة من اللحظات؟ كتمانه قد يؤدي إلى نتائج سلبية أيضا، ولكن يخبرها بأنها أخطأت فيما ذكرته له، وأن مثل هذه الأخبار يجب أن لا تكشفها له وأن لا تذكرها له بحال من الأحوال. هذا مع عدم استحسان المراقبة المفرطة التي تؤدي إلى التجسس، فإن الله سبحانه قد نهى عن التجسس على الإطلاق عندما قال: ولا تجسسوا، فيشمل ذلك ما بين الرجل وامرأته وما بين سائر ذوي العلاقات على اختلاف أنواعها. نعم. طيب سماحة الشيخ، هناك نحن نتحدث في هذا الموضوع، عندما تكون العلاقة بين الزوجين في موضوع الحب الغريب تكون فيها مفاهيم واستراتيجيات. من ضمن هذه الاستراتيجيات التي يتبعها الزوج مع زوجته حتى يجذب أيضا حبها إليه وحتى يشد انتباهها إليه هو التهديد بالزواج من الثانية. طبعا على عكس ما قالت الأخت أمل، سنأتي إلى سؤالها، التهديد بالزواج من الثانية في كل مرة، حتى ماذا؟ حتى تظل هذه الزوجة خاضعة وأيضا محافظة على قيم الحب الذي تبديه لزوجها. هل مثل هذا التصرف بالتهديد من الزواج من الثانية بنية تعميق الحب جائز؟ ليس من الإمساك المعروف أن يهدد الرجل المرأة بالضرة، ليس ذلك من الإمساك بالمعروف، وإنما هذا يعد من أسباب النفور
فيما بينهما. نعم، إن كانت غير وفية بحقه وغير قائمة بالواجب الذي بينه وبينها، أو هي مهملة لا تبالي بما يصدر عنها، في هذه الحالة لا حرج أن يعظها، ويكون من جملة موعظته لها قوله: لا تضطريني إلى أن أتزوج زوجة أخرى، أحسن العلاقة لتستمر هذه العلاقة بيننا. نأخذ الأخ عبد الغني عوض. أخ عبد الغني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا بك لأخ عبد الغني. يا أهلا وسهلا بك. عفاك الله. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفاك الله. بخير إن شاء الله، مبروك لكم الشهر. وأنت طيب وكل عام وأنت بخير. أهلا بك أخ عبد الغني. الله يسلمكم. تفضل. سؤالي سماحة الشيخ بخصوص تدخل الأهل في حياة الزوجين. نعم. مما يؤدي إلى طلاق وتفرقة ما بينهم. نعم. وما النصيحة الذي يقدمها الشيخ لهؤلاء الأهل؟ طيب جميل. نعم. مشكور لك عبد الغني. عندك سؤال آخر؟ لا، شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أحسنت. طيب، نأتي إلى نوع آخر من الحب الغريب، الحب الذي يصل إلى حد الوسواس. هناك حب يتشكل بين الزوجين، حب يشعر معه الزوج أنه وجد زوجة بالنسبة له تمثل كل الحياة وأنها كنز، وأنها هذا الحب يتعمق إلى حد الوسواس، يفرض عليه هذا الوسواس المراقبة الدقيقة لهذه الزوجة وإلى حد المضايقة. هذا الوسواس يعني ما هو علاجه، أو كيف ينظم الإنسان حبه لزوجته بحيث لا يصل إلى الوسواس؟ الوسواس يعالج بالطمأنينة، والطمأنينة إنما هي بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالشعور بأن الإنسان قد كفي المراقبة بمراقبة الله سبحانه وتعالى. فما عليه هو إلا أن يحسن، وما عليه إلا أن يبر، وما عليه إلا أن يظن الظن الحسن، وما عليه إلا أن يعامل بالحسنى. عندما يستقر ذلك في نفس الإنسان لا ريب أن هذه الوساوس تندفع. أما إن أخذ ينمي هذه الوساوس فإنها تظل في نماء مضطرد لا ينقطع، حتى تؤدي به إلى ارتكاب الحماقات وانتهاء العلاقة الزوجية بينه وبين شريكة حياته. نعم، هذا الوسواس في بعض الأحيان سماحة الشيخ يصل إلى اتهام الزوجة. هذا الذي لا يجوز بحال. نعم. ليس ذلك من الإمساك بالمعروف. طيب، مثل هذا الوسواس إذا أدى في نهاية مطافه إلى الطلاق، هل يعتبر من الزوج؟ على اعتبار أنه واقع تحت ضغطه، وأنه يصل في بعض الأحيان إلى اتهامها بارتكاب الفاحشة مع أبيه أو مع أخيه، أو حتى يعني وهذا حاصل عند الموسوسين. أعوذ بالله، هذه أمور خطيرة، رغم أن من شاء حب في البداية. على أي حال عليه أن يتقي الله تعالى وأن يبعد هذه الوساوس. أما من بلغ به الوسواس إلى حد الهوس وإلى حد فقدان الاتزان وفقدان العقل، وصار عنده وسواس قهري يؤدي به إلى تصرف أهوج من غير أن يستطيع مكابرة هذه الوسوسة، في هذه الحالة لا يعتبر طلاق. ولدينا سؤال في هذا الموضوع، نأخذ الأخ إبراهيم الفارسي. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ إبراهيم. كيف حالكم؟ أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ إبراهيم. بس عندي سؤال. تفضل. ما قولكم للزوجة التي تلح لزوجها إذا كانت هناك علاقات محرمة قبل زواجه منها؟ فكثير ما تكرر الزوجة بإلحاح بسؤال الزوج: هل توجد علاقات معك؟ هل كان علاقات سابقة عاطفية مع نساء أخريات؟ أو هل توجد علاقة زوج قمت بعلاقة محرمة ما قبل زواجك مني؟ فنريد تفسير لهذه المرأة، ما هو قولكم لهذه المرأة التي تلح بصفة مستمرة أو بالشك في الزوج في كثير من الأمور؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا أخ إبراهيم، شكرا جزيلا لكم. أخت صفية.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت صفية أهلا بك. الحمد لله نشكر الله. تفضلي يا أخت صفية. أنا عندي سؤالين للسماح. تفضلي. السؤال الأول، توجد علاقة حب يعني بين الشباب لعصر حاليا؟ نعم. ولكن يعني ما بين متصارعات هواتف النقالة زين، ولكن يدي هذا الحب إلى علاقات غير شرعية، مثلا يتواعد الشاب مع الشابة ويقوم معها الزنا. نعم. زين. السؤال الثاني، نعم، ما قول الشيخ سمحت الشيخ في فتاة تحب الشاب وتقوم تواصل معها هاتفيا ولكن لا يرتبط بينهم الزواج، ولكن بينهم يعني بين الاثنين الحب هذا يعني يطلبوا به الزواج بعد فترة يعني من الزنا؟ جميل. هذا السؤال الشيخ. جميل الأخت صفية، شكرا جزيلا لك. شكرا. وياك الله. طيب، هذا سؤال إبراهيم مرتبط بالسؤال السابق، وسنأتي أيضا إلى مسألة الوسواس التي تلح على زوجها أيضا وتطلب منه أن يكشف له علاقاته السابقة، وترى أن ذلك من حقها إلى غير ذلك. ليس ذلك من حقها، وعليها أن تتقي الله وأن تقف عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهكذا النتيجة في النهاية. فإن أبدى له الواقع وكان هو فعلا وقع في فحشاء ساء ذلك منه، وإن لم يبدي ذلك تظل معه في 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 وسواس مستمر، في وسواس مضطرد، ولو صدقها القول ببراءته وأنه، ولكن بسبب هذه الوسوسة الزائدة المفرطة تظل دائما في شكوك، والشكوك قاتلة. نعم. نعود إلى الوسواس، ما هو الضابط الذي لا يعتبر معه الطلاق كما قلتم سماحة الشيخ؟ وفقدان الاتزان بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في أمره. الحمد لله. رحمك الله. طيب، هناك سؤال آخر يتعلق بهذا أيضا، يدخل في إطار الحديث عن الحب بين الزوجين، يصل إلى حد الوسواس فيجد أن الكلمات التي ينطق بها تتجه إلى الطلاق، فلا يخشى أن يذكر كلمة الطلاق، ولربما من أجل حسم الموضوع والضيق الذي فيه ينطقها، ولكن من باب طرد الوسواس أو التخلص من الألم النفسي. لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يجنب نفسه النطق بذلك. نعم. هناك سؤال مهم أيضا أدلت به الأخت صفية، نوع غريب من الحب يكون بين الرجل أو بين الشاب والفتاة عن طريق الاتصالات والمواعدة، ثم والعياذ بالله المواقعة بدعوى أنه سيعقبه الزواج. هذا النوع بئس ما يفعلان وساء ما يعملان، وهذه مصيبة تقع كثير من الفتيات الأغمار اللواتي لا يبالين بمستقبلهن ولا يبالين بدينهن ولا يخشين الله تعالى ولا يفكرن في الدار الآخرة، يقعن في مثل هذه مطبات، ويقعن أسيرات لهذه الشبكات الخطيرة. فعلى الكل أن يتقي الله تعالى، على الرجل أن يتقي الله في وأن يقطع مثل هذه الاتصالات، وعلى المرأة أيضا أن لا تتقبل، فإن هذه الاتصالات ترزقها في أعظم شيء، في عفتها وفي شرفها وفي شرف أسرتها وفي شرف مجتمعها. فعليهن جميعا أن يتقين الله وأن يبتعدن عن هذه الرذائل. في هذا الموضوع الأخ ناصر يقول: نرجو من سماحة الشيخ توجيه نصيحة للشباب والشابات الذين يقضون أوقاتا طويلة على شبكة المعلومات العالمية الإنترنت في المراسلات العاطفية بينهم من أجل البحث عن الزواج، والتي قد تتحول إلى إرسال الصور وغيرها. هذه أمور خطيرة، وقلت أكثر من مرة، وما قلت ذلك فقط بمجرد تصور خيالي، وإنما قلت ذلك من واقع تجربة مريرة وقع فيها كثير من الشباب وكثير من الفتيات. جاءت اتصالات بمشكلاتهم وكيف أدى الأمر فيما بعد إلى تحمل هموم لا تطاق. وإذا
إذا كنا يجدنا في بداية الأمر في هذا الحديث المعسول حلاوة ولذة، فعليهن أن يدركن أن عاقبة ذلك عاقبة مرة وخيمة، عاقبة لا تطاق، وعلى الجميع أن يتقوا الله تعالى. نعم. في هذا الموضوع أيضا أخ عبد الغني يقول: قد يكون بين الزوجين حب، إلا أن أحدهما يحتفظ بالنسبة الأكبر لحب أهله فيشركهم دائما في مشكلاته، مما يجعل الأهل يتدخلون في الحياة الزوجية بما يؤدي مستقبلا ربما إلى عرقلتها. إلى أي مدى يمكن أن يشرك الإنسان أهله في مشكلاته الزوجية؟ لا ريب أن حب الزوجين حب خاص له طبيعته وذوقه، يختلف عن حب الأهل، ويختلف عن حب الأولاد، ويختلف عن سائر الحب الذي يكون بين الناس. فلا يعني الحب الزوجي أن يقطع الإنسان الحبال بينه وبين الآخرين، أن يقطع الحبال بينه وبين أهله. نعم، بالنسبة إلى الأهل إنما يطلعهم على ما يجد في إطلاعهم عليه حلا لمشكلاته، من غير أن يتجاوز ذلك إلى أن يسلطهم على علاقته الزوجية حتى يؤدي الأمر إلى خصومة بينه وبين زوجه. يجب أن يكون الأمر كذلك، وعلى الأهل أن يتقوا الله، وأن يكونوا أهل ورع، وأن يكونوا من يحبون استمرار هذه العلاقة بين قريبهم وبين زوجه، لئلا يؤدي الأمر إلى الانفصام. نعم. نأخذ الأخت سناء المشايخية. السلام عليكم. سناء. وعليكم السلام ورحمة الله. عبدالله أخي لو سمحت استطعت أني أشارك كبير. أهلا بك. حبيت أشارك يعني فواحد كان مطلقي. نعم. كان في واحد مطلقي، هو مش مطلقني بس هو كان متزوجني، بس من دون عن يعني من دون عن يعني عقد زواج كبير. نعم. أيوة، بس بغيت الحين مثلا على سبيل المثال اني اروح اطلق، اوكي بغيت اطلق، يعني عادي بعقد ولا من دون عقد؟ يعني اعتبار متزوجني ولا متزوجني؟ يعني انا سني صغير. طيب. ايوه. طيب يا سناء لدينا سؤال، يعني بدون عقد قصدش مكتوب ولا بدون عقد قران اللي هي الملكة الذي يسميها العمانيون الملكة؟ ماشي، ما ترى احنا مسوينا عقد، اوكي ما مسوينا الحين عقد زواج، بس كنا بينا يعني كان مشاكل، اوكي بس نعم. رحنا يعني عشان هو رفضوا العقد. هل تقدم الى اهلك بطلب الزواج منك؟ لا، احنا مملوكين اصلا في المركز. ايوه، بس بغيت استفسر لما احنا هو يعني مثلا الحين مالكني وعطاني الحق وخلاص ملكونا، بس من دون عقد زواج لان رفضوه لان انا سني صغير. نعم. ايوه. طيب لديك سؤال حول هذا الموضوع؟ ما تصور بعني طيب. إلى أنت توضح. طيب، على كل حال تم العقد في مركز الشرطة هكذا؟ أيوة. طيب، وهل كان أبوك حاضرا؟ هل كان يعلم بهذا العقد؟ يعلم، كل حد يعلم. أعطى أبوك موافقة؟ أيوة أعطى موافقة. وتم العقد في المركز؟ وتم العقد في المركز. وإنما فقط الذي ينقص هو العقد المكتوب قصدش؟ ايوه. كم كان سنش في تلك الايام؟ كان عمري 13. 13 سنه. ايوه. الان تسالي عن قضيه الانفصال. ايوه. الحياه ليست مستقيمه بينكما؟ ماشي، لانه هو حاليا في السجن، بس حبيت استفسر. طيب. بهذه الحاجه. طيب ان شاء الله. شكرا جزيلا اخت سناء، شكرا جزيلا. الاخت عهود. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ اهلا بك، الحمد لله. اشكر الله الاخت. من فضلك، هل يحق للزوج مسامحه زوجته لكل صغيره وكبيره وتحميلها مسؤوليه كل شيء؟ وما قولكم في من يفعل ذلك؟ يعني هو لا يسامحها يحملها كل شيء؟ نعم، يعني على سبيل المثال اذا حدث شيء للاولاد او للشغاله يقوم بمسامحه الزوج على ذلك، يعني ويلومها هي. يحاسب الزوج. نعم. واضح جدا. شكرا الاخت عهود. في مساله الاخت سناء الان، كانت صغيره ربما وقع بينها وبين شخص أمر
وتم الزواج بينهما في مركز الشرطة وبحضور الأب. هي تقول أنها كانت صغيرة، ربما فرض عليها هذا الزواج على اعتبار ربما من أجل الستر أو ما شابه ذلك. نحن ندري المقدمات التي وقعت، ولكن مهما كان ونريد الستر، لا نريد أن نبحث عن شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى ينهى عن التجسس وينهى عن تتبع العورات، والله يحب الستر بين عباده، فنحن لا نبحث عن هذا. ولكن على أي حال، إن كان هذا العقد برضاها وبإذن وليها وبصداق وببينة، فهو عقد اجتمعت شروطه واستوفى جميع مكوناته، وعقد صحيح لا ريب فيه. أما إذا كان بدون ذلك فلا. كونها كانت صغيرة، أليس لها الحق؟ لأنها ربما لم يكن برضاها أو ما شابه ذلك. لا أدري كيف لم يكن برضاها، لأن لا أريد أن أبحث عن الدقائق. لابد من رضاها إن كانت بالغة. الأخت عهود، ذلك الذي يحمل زوجته كل المشكلات الموجودة في البيت ويتنصل هو من كل شيء، بيس ما يفعل؟ هذه ليست حياة سليمة وليس تصرفا سليما، إنما هو تصرف أهوج. على الإنسان أن يدرك مسؤوليته، وأن هو رب الأسرة، وعليه أن يتحمل، يأخذ نصيبه بالتحمل. هنا يعني مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الموقع، ولكن على كل حال تحتاج إلى وقت طويل. إنما نختم بسؤال أخير عن الغيرة التي تكون بين الزوجين، ما هو المدى الذي يسمح لهما فيه بإبداء الغيرة لكل واحد منهما تجاه الآخر؟ الغيرة طبيعة، وهي أيضا طبيعة محمودة، لأن الذي لا يغار هو ممسوخ، وإنما من طبع الرجل أن يغار، ومن طبع المرأة أن تغار، ومن لا يغار فهو ممسوخ، فعليهما أن يغارا، ولكن في حدود المعقول لا في حدود غير المعقول، بحيث لا تؤدي الغيرة الزائدة المفرطة إلى إساءة العلاقة الزوجية وتعريض هذه العلاقة للاضطراب. الأخت أمل، على كل حال ترى أن مرد كل المشكلات التي تكون بين الزوجين في قضية الحب هو أنهما يغلب الحب العاطفي على الحب الإلهي، أي أنهما لا يعمقان الصلة مع الله تعالى. لا بد من تعميق الصلة بالله تعالى، ونفس هذا الحب الزوجي عليهما أن يعتبراه منة من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الحب الأول في ذلك لله. جزاك الله خير سمحة الشيخ، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وعلى هذه المعالجات لمثل هذه المشكلات. أعزائنا الكرام، نشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم أيضا على حسن متابعتكم ومشاركتكم، ونلقاكم غدا بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.